شاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، ها هي الانطلاقة لخامس أشواطنا. شكرا للزميل سعيد بن راشد العويسي بهذه الانطلاقات بهذه التحديات في هذه المكرمة هنا بهذا الانطلاق بهذا التحدي الجميل لخامس الأشواط خاص بالبكار. إذن الفطامين نتابع صدارة، نتابع هنا المقدمة وتاتي هندسة هذا الانطلاق الجميل. محمد بن سالم بن هندي المهيري على الصدارة وعلى المركز الأول، ولكن مناورة سالم بن جاسب بن خليفة المسافري على ثاني المراكز. الظبي في المركز الثالث، محمد بن فارس بن سعيد بن حطاب الظاهري بهذا الانطلاق والوصول من مشغل عبد الله بن فالح بن عبد الله القتبي، وهنا بن عايد قادم معه، وهنا القادمه اعلان سلطان بن محمد بن بخيت بن محمد العرياني قادمه بهذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميله. ولكن اعود الى مناوره على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول هنا بهذه الانطلاقه. سالم بن جاسب بن خليفه المسافري والتغيير من اعلان هنا لسلطان بن محمد بن بخيت بن محمد العرياني من انطلقت على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول هو صداره هذا الشوط هذه الانطلاقات والتحديات. المركز الثاني هنا مناوره سالم بن جاسم بن خليفه المسافري، ثالثا الظبي محمد بن فارس سعيد بن حطاب الظاهري، ولكن هنا الصداره هنا المقدمه والمركز الاول صدارة هذا الشوط إعلان تنطلق بالصدارة تعلن بالفوز وبالناموس بهذه الانطلاقة. إعلان سلطان بن محمد بن بخيت بن محمد العرياني على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. سلوم مدينة العين سلام هذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي الجميل ولحظة الوصول إلى قطة النهاية. المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام هناك الظبي محمد بن فارس سعيد بن حطاب الظاهري، والمركز الثالث هناك الانطلاقات من مناورة سالم بن جاسم بن خليفة المسافري بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة هنا. والتوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين وتسع ثواني، والتوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدامه إعلان سلطان بن محمد بن بخيت بن محمد العرياني. تهانينا والناموس.